السلام عليكم ورحمة الله. أنعم الله عز وجل على الأوس والخزرج بالإسلام، وكان بين الأوس والخزرج في الجاهلية عداوة شديدة وسلسلة من الحروب الطاحنة تساقط فيها العديد من الرجال، وكان آخرها يوم بعاث قبل الهجرة النبوية ب5 سنوات. فلما هاجر النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى يثرب تحولت إلى المدينة المنورة وتبدلت الأحوال. فمر يهودي يدعى مرشاس ابن قيس، وكان طاعنا في السن عظيم الكفر شديد الكره والحقد على المسلمين. فمر على نفر من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج وهم جالسون يتحدثون، فنظر إليهم في غيظ شديد وهو يراهم مجتمعين مؤتلفين بعدما ما كان بينهم من عداوة في الجاهلية، فقال مقولته الشهيرة: لا والله ما لنا معهم إذا اجتمعوا بها من قرار. فأمر شابا من اليهود أن يجلس معهم ويذكرهم بما كان بينهم في يوم بعاث، وينشد بعض أبيات الشعر التي أنشدوها في يوم بعاث. ونجحت خطة اليهود في إشعال فتيل الفتنة بين الأوس والخزرج، وهاجت الجاهلية في نفوس الأوس والخزرج، فتنازعوا وتفاخروا حتى تواثب رجلان من الحيين، وتعالت الأصوات: السلاح السلاح! وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج إليهم مغاضبا بمن كان معه من المهاجرين حتى جاءهم، ثم قال: يا معشر المسلمين، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ بعد أن أكرمكم الله بالإسلام وألف بينكم، فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان ومكر من اليهود، فألقوا السلاح من أيديهم وتعانقوا وبكوا بكاء شديدا، ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين. وأنزل الله تعالى: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء، وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم
بنعمته إخوانا فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فشل اليهود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في تفريق المسلمين، ولكنهم أعادوا الكرة مرات ومرات حتى نجحوا للأسف الشديد في تفريق المسلمين، وذاك هو سبب ما نحن فيه الآن من ضعف وهوان، رغم أن عدد المسلمين في العالم يتجاوز 2 مليار. وتأمل معي لو ائتلفت قلوب 2 مليار مسلم، كيف تكون قوتهم الاقتصادية والعسكرية والسياسية في العالم؟ فأهل الكتاب من اليهود والنصارى يعلمون جيدا أن قوتهم في إضعافنا وتشتيتنا، فماذا نحن فاعلون؟ والإجابة ببساطة في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولا بد أن يكون الاعتصام مبني على أساس سليم، على القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. جزاكم الله خيرا.